الانتمي بقى هيستوليتيكا، السبريد طبعا بتاع فيكو اورال، وبالتالي بيجي من الاكل الملوث من الاخر يعني خلاص. وتروفوزايت بتنقسم، وكلنا حافظين القصه دي بين فيجن وتعمل سيست، وده بتخرج في الاسطول وبتكمل السايكل بتاعتها وبتفكت حد تاني تفتح تطلع تروفوزايت والكلام ده. ما بتقدرش تعيش بره الجسم، لكن عشان كده لو في ستول اناليسز واحد عنده دايريه وشاكين في ديزنتري لازم الستول اناليسز ده يروح بسرعه جدا المعمل. تروفوزايت ما بتعيش في الاسطول، لكن السيست بتعيش. دي دورة حياة الايه الانتمي بس. طيب الكلينيكال فيكشر بتاعتها ايه؟ طبعا 90% ممكن اسيمتوماتيك، وما مش محتاج اي حاجة ولا اعراض ولا علاج. 4-10% فقط ممكن تعمل انتستاينال ديزيز اللي هي كولايتس، يعني الاميبا كولايتس، عشان نبقى عارفين برضو لو واحد بيشتكي بطنه. يعني كل العيال اللي بتشتكي بمغص بيحللوا بيطلعوا اميبك سيست بياخدوا علاج خلاص. لازم الشكوى تبقى لها اماكن محدده، ولازم تبقى كولون خلاص، ومش اي سيست يطلع في الاستول ياخد علاج. يبقى ده لازم نفكر في الاسباب الثانيه، طريقه الاكل واللايف ستايل والحاجات اللي بيعك فيها والكلام ده. يوجوالي ذير از 1 تو 3 ويكس هيستوري اوف ورسنينج دايريا. ده بقى اللي هو بيخش في ايه كرونيك، يبقى كمان عنده القصه دي، يعني عنده دايريا عماله تروح وتيجي ومش بتحسن وبتاع، وبعدين يخش بقى في قصه وجع الكولون ده. احيانا تقلب بديزنتري بينس كومن، بيحصل 80% من الحالات ديستنشن دنت، زي واحد عنده قولون او واحد عنده ديسبيبسيا بسبب قولون كولون احنا عارفينها. سيستميك ديز ممكن الاميبا تنتشر، اه طبعا توصل للليفر تعمل ليفر ابسس، وممكن ساعات مع وجع وساعات ده واخد دكاتره يفضلوا يدوروا ايه المكان والحاجه وتشخص كوليسيستايز هو ممكن يبقى ليفر ابسس. تمام، ليفر ابسس طبعا كرونيك ديز بتلقاه وبتشخص بسهوله بتاع، فالعيان بيخش في ويستنج ويت لوس ومشاكل تانية. طبعا تشخيص بالميكروسكوب العادي جدا، بيشوف تشخيص في ستول اناليسيس عشان يفرق بين الانتميبا وبين اذر فلاجيلات. في فلاجيلات كثيره موجوده في الستول، عشان كده تلاقي المعامل اللي هي اقل من العادي، او معمل عادي وحلو بس مشغل عنده يعني كده، فيطلع لنا كل التحاليل انتميبا هيستوليتيكا وعلى الصيدليه وياخد ميتوردزول. طبعا مش سهل انه يطلع، تمام، بس احنا ما عندناش غيره، مش واحد كله يشتري مغص اروح اعمل له انتجين مثلا يعني. تمام، انما لو واحد عنده ديزنتري فريكوينت ستول وبتعنيه وتقل وبلاد ستول وميوكس ومش عارف ايه، ده ممكن لو انا حللته بسرعه يعني اقل من ساعه مثلا ممكن اشوف ترافوزايتس حيه، اللي هي ايه اللي هي ترافوزايتس بتاع الاميبا الحيه. انما طبعا السيست خلاص مش هيشخص لي حاجه يعني. هنا ممكن لو انا حللت بسرعه واحد يكون عنده ديزنتري، لكن واحد يشتكي بطن وعنده انتميبا كرونيك هيفرق ازاي من الحاجات الثانيه؟ في الاجيلات موجوده كتيره وناتشورال اي كومنتز موجوده، عشان حته تحلل براس الاميبا خد علاج وخد علاج ثاني لا مش جايب نتيجه خد علاج ثالث يعني، لا هي دي القصه. انجن طبعا استحاله نعملها في واحد يشتكي بطن، لكن لو ليفر ابسس وحير الناس شاكين فيه بنعمله، وكذلك اسول. طبعا العلاج بيبقى للناس اللي هي عندها اليومينال اميبيسايد سيرابي اللي هي الاسيمتوماتيك، وفي اعراض في سيمتوماتيك واعراض. لو ما فيش اعراض طب هل في ادي العلاج ولا ما بدلوش علاج؟ لو انا شخصتها متاكدين من التشخيص خلاص، فبياخد حاجات زي دايلوكسونايد فيرويت أو بروموميسن. الانفيزيف باول بقى والسيستميك ديز طبعا ده العيانين اللي بيبقى عندهم اكتر اميون كومبرومايز، بيجي لهم كل حاجه في التاني، لكن ستيل انه بياخد ميتوميدازول او تينيدازول. دي بالنسبه للادويه عامه، وممكن انتازوبسانايد وممكن دهيدروميتين، يعني شويه حاجات مش تستخدم قوي في القصه دي. البروبيوتكس كوره بروبيوتك بقى تسمعه كتير في الناس، وشركات الألبان يعني عاملة شغل عالي، أنا عندي بروبيوتيك وأنا عندي بروبيوتيك. نعرفين البكتيريا الحميدة اللي عايشة في الانتستين يعني تتغذى على بعض المكونات الغذائية، فالمكونات الغذائية الكتيرة دي ما بيجمعوها اسمها بريبيوتيك، المادية للبكتيريا تعيش عليها.
لكن لما احط البكتيريا نفسها اسمها بروبايوتيك، ده البكتيريا اللي هي الحميده الكومنسال اللي واخده اغلبيه من الانتستاين الكومنسال يعني، اللي هي لاكتوباسيلاي بالذات. فلاكتوباسيلاي طبعا سبيشيز كتيره جدا، فبيدوها للانسان عشان تعيش في الانتستاين تعمل بروتين. كارث طبعا الحقيقه ما عدناش بنشوفها، الناس شغالين في الارياف قد يكونوا بيشوفوها، انا ما عنديش فكره، بس الحقيقه ما عدناش بنشوفها لا في تحاليل ولا في اعراض ترجح. لكن طبعا هي بتخش الاكز بتاعتها في الاكل، واكتر الناس طبعا اللي بتلعب في الارض وفي الطين والكلام ده، وتخش الانتستين، والاطفال اللي بتلعب في الارض بالذات ومعظمهم اسيمتوماتيك، لكن ممكن ينقله العدوى ان هو بيبلع البيض ويفقس. الاكز لازم يطلع من الجينوم على البورتال سيركوليشن من خلال الفول انتستين سيركوليشن، يروح للليفر بالمونري سيركوليشن، يخش الفيولار سبيس، وبعد كده تطلع من التراكيه وتتبلع لفه غريبه جدا ملهاش اي لازمه يعني، ما علينا، انما في الاخر يرجع للسمول انتستين. بيعمل ايه اللفه دي كلها؟ الله اعلم. انما في النهايه بيوصل الانتستين طبعا. ممكن يخش الليمفاتيك سيستم كمان، وده عاده بيحصل. جي اي تي سيمتوم ناس سبيسيفيك طبعا، كوليك اكترها اكيد، احيانا من كترهم يعملوا انسان الاوبستراكشن. تمام. ايروي احيانا ممكن يعمل كاف وايريتيشن، يعني يكح بالليل كتير ويطلع اسكارس غريبه شويه. هيباتيك بيلاري دكت ممكن واذرز، انما الحقيقه طبعا ما بنشوفهاش كتير زي زمان. ستول سامبل طبعا في الناس اللي عندهم نان سبيسيفيك بنعملها اوريدي. مايكروسكوبيك اكزامينشن ده سهل بقى، ازاي الاميبا هتحيرنا يعني. بيشوف الاكز في الستول سامبل وباكزامن بعد 3 اسابيع من التريتمنت عشان اتاكد انها راحت. العلاجات بتاعتها ميبندازول وابندازول بايرانتل بامويت، الحقيقه يمكن ما لقاهوش، لكن بندازول مشهور جدا هو الالبندازول. طبعا الدوزز معروفه، هو العيان بياخد دليل الادويه بتاعت الاستخدامات. في حاجات تانية طبعا نيتازوكسامايد وبيبرازين، لكن هو الحاجات الاولانيه اشهر. طب نيجي جارديزيس، وده طبعا طفيل برضو محير. الجارديزيس طبعا دي مجموعه من البير شيد فلاجيليتد بروتوزوا، في شكلين منهم، ديزيز كوز انترافوزايتس والانسيست، يعني شبه الاميبا تقريبا، وبتتنقل من خلال الاستول. جارديز طبعا برضو زي الاميبا بتتنقل فيك اورال، وانفكتد تيبول ممكن بيطلع السيست في الاستول بتاعه، وده بالتالي ممكن يعيش شهور طويله في المناطق الرطبه او في السويل اللي فيها ميه او موتر سبلاي نفسه، عشان كده مشهوره ان هي طفيليات الميه، مشهوره عنها هي طفيليات الميه، ممكن تعيش شهور طويله بيئة الرطبة. ويعني حتى في الكلورين، لو كلورين كلور اللي بتحط على المية مش عالي قوي ممكن تعيش برضه. طبعا الطبيخ بيموتها، لكن الحاجات اللي تتاكل نية ممكن تبقى عايشة. يعني الحاجات اللي تتاخد نية، يعني في ناس مثلا بيعملوا مايونيز ويستخدم فيه مثلا بيض ني، يعني ناس بتعمل الكلام ده خلاص. ايه تاني؟ يعني اي حاجة ممكن استخدم فيها حاجات مش مطهوة كويس، ده ممكن يبقى سورس للإنتاج. في طبعا دايركت بيرسون تو بيرسون ترانسميشن من طريق الهند، هي طبعا مش موجودة في الأميبا كتير، لكن موجودة في الجيارد، يعني بيقولوا حتى ان هي في الحيطان وترابزين السلم وحاجات كده، فممكن قوي انها تتنقل بالفروم هوم. بعد الاكل طبعا الجاستيك سكريشن بيفتح السيست، والسيست بتطلع 2 تروفوزايتس، ودول بيتمشوا جوه الجوجينوم، مش زي السكاريس يعني، مثل لا دي بتتمشى جوه الجوجينوم، والاعراض اسبوع لاسبوعين تظهر بعد كده. احيانا ممكن تروفوزايتس تقفل السيست تاني وتكمل فيه الاستول، تكمل اللايف سايكل بتاعتها، وبعضهم بيكمل في الامعاء. الكومون سيمتومز نوزيا وفوميتنج وفلاتولنس، اعراض بقى زي القولون بالظبط، نفسه غم عليه مش عارف ايه بتاع، دي تمشي مع الكياردي، وطبعا دايريا ويتلوس. بعكس البكتيريا والفيروس الدايريا، الانس بتاع الدايريا ممكن يبقى جرادوال قوي ومايلد، يعني هو اسهال كتير ياخد علاج
ولا هو حاجة ممكن يتغاضى عنها. بتقعد ممكن أسبوعين لأربع أسابيع وممكن من غير علاج خالص تختفي سبونتينيوسلي. 10 ل 20% ممكن يبقى عنده كرونيك انفكشن تبقى عايشة معه، ودي طبعا علاجها سقيفة شوية، ممكن توصل إنها تعمل مال نوتريشن، طيب. طبعا كرونيك سيمتوم مكمله معاه، يعني هو بدا ومكمل معاه. كرونيك جاردين زي ما قلنا ممكن يبقى في ويت لوس، فيلير تو سرايف، مال ابزوربشن، ما بيبقاش معاه بلاد وميوكس زي الاميبا لما بتنشط. العيان ممكن تبقى فيها دي بقى ممكن معاها رياكتيف ارثرايتس، امبارح كنا بنتكلم على الارثرايتس، ممكن رياكتيف ارثرايتس، ممكن ارتكاريا الريش، ممكن يبقى شكله زي بتوع الالرجي او بشكل عام. والجاياردية ممكن تصيب أكتر الأطفال اللي هم عندهم مالنوتريشن أكتر. طبعا داخل فيها جزء المناعة والإميونيتي والأنتيبوديز والحاجات دي. دياجنوز ميد بفايندنج السيست نفسها في الستور، فدي ممكن نشوفها، لكن السيست اكسكريشن انترميتنت، عشان كده من هنا جه مصدر الكلمة اللي بتكتب في التحاليل إيه، لا تعتبر سلبية إلا بعد ما ياخد 3 عينات. بس هنا ممكن أحل مرة واثنين وثلاثة. تروفوزايتس اللي هي بقى اللي عايشة دي مش السيست، بشوفها بس لما يكون في الدائرية، يعني شبه برضو فكرة الأمين، إنما السيست موجودة في الأسيمتوماتيك، يعني وقت الدائرية بتبقى تروفوزايتس. سينجل ستول زي ما قلنا 50-70%، لازم سيريال اكزامينيشن 3 ستول زي ما قلنا، فلازم 3 عينات فرق بينهم مثلا النوم على الاقل. الدراج اوف تشويس ميترندازول بيتاخد اورالي وانس ديلي فور 3 دايز بس كده، بس كده، لكن ممكن ريبيت التريتمنت لو الانفكشن مش اريديكيتد، وممكن ان انا ادي تانيدازول نفس الافكاسي بتاعته، وادفانتج ان هو يبقى جرعه واحده. يعني طبعا هو كل الحاجات دي موجوده منه، بتبقى تابلت يمكن اخدها يبقى صعب شويه، بس الحقيقه ده لو هو ريزيستنت ميتروندازول، وزي ما قالوا ان انا ممكن اكرر ميتروندازول تاني اللي هو الفلاجيل يعني او الامبندازول او الحاجات. الالبندازول والميبندازول اللي هم طبعا انتي هيلمنسك اساسا، واسامي التجاريه مكتوبه قدام حضراتكم، ممكن بيبقى عندهم افيكاسي اقل شويه، لكن الميزه ان هو بياخد بقى بالمره معاه شويه ديدان لو في ديدان موجود خلاص. وطبعا الاميون كومبرمايز ممكن يحتاج فترات اطول، لان زي ما قلنا الجياردية لها علاقه شويه بالاميون سيستم، يعني محتاج اميونيتي كويس، عشان كده بتيجي للناس اميون كومبرمايز، وبتيجي للناس اللي عندهم النوتريشن، فلها علاقه بالاميون سيستم، وبالتالي الاميون كومبرمايز بيحتاج فترات اطول من علاج الجاردي. انتروبياس فيرميكولاريس، ودي منتشره جدا طبعا، وهي دي طبعا سمول وايت راوند ورم، صننه قوي يعني اقل من سنتي تقريبا، شكل الفتله بالظبط. الام تيجي تقول لك شفت فتل نازله من الانس بتاع الطفل، بيسموها ثريد ورم او دوده دبوسيه، بين ورم دوده دبوسيه. الهيومن هما الاونلي ريسيرفوار، ما بيجيش من حاجه ثانيه. بنبلع الاجز نفسها وبتهاتش في الديدينا بعد ما تعدي الاسطوانه، وخمس لست اسابيع اللاربا تتحول تكبر كده وتتدور وتبقى دوده كبيره، ودي بقى بتنزل تعيش في التيرمينال اللي تحت خالص، عشان كده ممكن ما اشوفهاش كتير في الاسطول. ما بيحصلهاش مالتيبليكيشن خالص جوه البودي، يعني بتفضل واحده زي ما هي عايشه. في اخر اللايف سايكل بتاعتها الفيميل بتبقى تخرج من بره خالص على البيري انال ريجون، وهنا تحط لها 10,000 بيضه وبتموت بعد كده، تضحي بنفسها يعني. ده بيحصل طبعا بالليل اكتر، ليه؟ ما نعرفش. لكن ما بتحصل بالليل هنا بيبتدي بقى الاتشنج يبان، اللي هو علامه مميزه الطفل يهرش لدرجه العياط بالليل في المنطقه دي، لان الحاجات اللي هي ستيكي ميوكس ده اللي مكتوبه تحت، لما بتحط البيض بتاعها بتلزقه بماده صمغيه، الماده دي طبعا بتهيج الجلد جدا وبتعمل اتشنج رهيب، ده اللي بيصحي الاطفال بالليل من النوم. البويضات طبعا ممكن ان هي تفقس وتبقى انفكتيف 4 ل 6 ساعات. تمام.
الكومنست مود اوف ترانسميشن في الهاندز، ان باخد الايجز من ضوافري، يعني واحد بيهرش تحت يقوم ياخد الايج في ضفره يلعب مع طفل تاني يعدي وهكذا، او يعدي نفسه او يعدي اللي في البيت، بالذات تحت الضوافر ما بيهرش في البيري انال. من الكونتامينيتد هاند دي ممكن بقى تتنقل في الماوس للطفل نفسه او يتنقل لناس تانيين او في اللعب اللي بيلعبوا بيها وهكذا، وبيكمل السايكل بتاعتها وتخش الجسم تاني. خلاص ده بالنسبه لي الدوده الدبوسيه او الانتروبيس فيرميكولاريس. ممكن انا لو 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 خدنا الاكس دي من الفرش بتاع السرير او الهاوس داست او كلوز، ممكن تاخد الاكس ده. طبعا الاكس غاليه جدا، فممكن احنا حتى لو هي طايره في الجو من اي حاجه، يعني زي واحد مثلا بينفض الملايه او حاجه، ممكن تخش من الماوس، تخش من الايروي نفسه، تخش من النوز، كتر ما هي حجمها خفيف فبيطير في الهواء، البويضات بتطير في الهواء. انفكشن از كومون، يعني بتعالج بسرعه جدا لكن بترجع بسرعه جدا، لان حواليها حاجات كتير، ضوافر طويله، اخوات في البيت خدوها، الفرش بتاع السرير وملابس الطفل، فبيحصل اوتو انفستيشن من خلال كونتامينيتد فومايت. فومايت اللي هي الفوط ممكن تعيش في انفايرمنت اب تو 3 ويكس، تعيش بره كتير جدا. وطبعا الاكس دي بتهاتش في الانال كوزا، واللارفا مايجريت جوه الانتستين، ده اسمها ريترو انفكشن. ده ممكن يحصل، يعني ممكن هي ناخد العدوى بضوافرنا، ناخد السيست ونبلعها تاني او نعد الناس التانية، لكن ممكن اللارفا دي اللي فقست ان هي ترجع تاني جوه الانتستين وتكمل incubation period اسبوعين اسابيع. طبعا هي كلها اسيمتوماتيك، لا بتعمل مغص ولا عصب هضم ولا فقدان شيء ولا الحاجات اللي الناس بتقولها، لكن most common symptom هو البروريتس ايناي اللي هو الهرش الفظيع في منطقه الانس و worsening at night. ده بيختلف من mild itching لacute pain، ساعات بيبقى painful يعني الطفل يعيط وصرخ من الوجع. scratching ممكن يؤدي ان هو طبعا يحصل فيه جروح وممكن بسكندري انفكتد كمان. هي لما بتطول بتعمل فقدان شهيه، لان الطفل ما بينامش كويس وبيتالم وبيتوجع والبنات بقى كمان فيهم مشكله انه ممكن تيجي في المنطقه القدامانيه تعمل لها التهابات، والتهابات دي تعمل افرازات وتخش بكتيريا على شفايفها. فدي الحاله العامه اهي، كانت الفالفوجينيتس وسبريتس فالفي اند ميكويد فاجينال ديشارج ميوكيرينج. الحاجات دي طبعا بتقلل بتقرف الطفل، بيبقى بينامش كويس وقايم الصبح مزاجه وحش وبيعيط مش عارف ايه وحصل له التهابات من ورا وبيشتكي كل شويه فما ياكلش. فهنا بتيجي الانوركسيا ممكن من هنا، لكن مش عشان انت بتبقى جوه الانتستين او تاثر على الشهيه. طيب طبعا ممكن تظهر بحاجات جي اي تي اكتر، لكن هي مش القصه دي. واحيانا الاعراض ممكن تظهر زي ابنسايتس تقريبا، طبعا مش كومن قوي، واحيانا كولايتس وديري، وطبعا ريلي كمان يبقى في ميجريشن في مناطق ثانيه ودي برضه مش كومن. دايجنوز طبعا اكزامينيشن بريفر اريا، هلاقي في ساينز ارش كتير جدا في المنطقه دي، وممكن مع سكندري بكتيريا انفكشن. واحيانا الادلت في ميل وور ممكن تتشاف، ساعات الامهات بيقول لك شفنا دوده صغيره جدا لسه ايه نظرها كويس يعني، انما ما هياش كومون قوي نشوفها، لكن احيانا الناس بتشوفها. الاكس طبعا بتتشاف في الماتيريال اللي بتتاخد من بيري انال مويست بيري انال سواب، ودي طبعا من الحاجات اللي كنا دايما بننصح بيها المعامل الوقت ساعات بقى يعني ايه بقى. لكن من الحاجات اللي كنا نقول زمان نعمل مسحه للشعر، المعمل بيديهم انبوبه ويبقى الانبوبه دي فيها زي السواب اللي بنعملها من الزوفارش، كان نفس الفكره بس بتعمل ايه من الانس يعني. فبياخد المسحه دي بتاخد بقى الاكس نفسها، ودي موست سنسيف في التحليل على السول اناليسيس العادي خلاص. وطبعا دي في الحاله دي في شريط لزق كمان بيستخدموا حاجه زي السيلوتيب كده، بس مبقاش لزق جامد عشان ما يعرفش الطفل يعني، وبيحطوها بعدين يشدوها تاني، فبتاخد معاه الاكس وتطلع وياخدها يحللها. ما بيبص في الستول ما بيشوفش حاجه عاده، لان الاكس كله كل الشغلانه شغاله بره،
يعني الفيميل بتخرج بره، بتبيض بره، بتلزق البيض بره، وبتفقس بره، فكله بيبقى شغال. المانجمنت والتريتمنت لو هي عامله اعراض، يعني لو هي مثلا شفنا اكز ونشوف كمان مثلا هي عامله اعراض، عامله حاجه مضايقه الطفل، في الحاله دي ما ممكن يستدعي لكن الطفل لما بينام بيكون زي ما قلنا العمليه بتبقى مقلقه بالليل وبتقلق. هي طبعا ما فيش خطوره، ما فيش مضاعفات فيري رير، ولكن طبعا هنا بالنسبه لما بتحصل بتبقى مزعجه للبيت كله والناس ما بتنامش. العلاج بيتاخد لو سلبي لكن الاعراض مرجحه، يعني مثلا ببعت العينه ومسحه من مش عارف ايه من الشرج وبعدين تطلع سلبيه بس في اعراض، بيصحى بالليل ويهرش ويتوجع ويصرخ ويلاقي فيه التهابات مكان، ويصحى تاني بالليل وخلاص ممكن اديله على سبيل الاحتياط، وده مكتوب في الكتب ان انا ممكن ادي علاج لمجرد الشك. تمام. الدراجوبتشويد من بندازول ممكن بيتاخد في الاطفال فوق 6 شهور وطالع، لكن دوز مي بي جيفن 2 ويكس ليتر تو اليمينيت بوسبل ري انفستيشن بعد الفيرز، فبديله جرعة أو جرعتين. هايجين طبعا أخطر وأهم حاجة، إن لازم الأطفال اللي هم يعني أقل من 6 شهور طبعا لو نشك في حاجة زي كده ممكن يبقى هايجينيك عشان ما بنداومش كده، أكتر من سنتين ممكن إن أنا أدي كمان البندازول وغير. طيب الجود هايجين بقى والباسنج والشاور وغير الملابس الداخلية وغير الفرش بتاع السرير، وبخلي الضوافر دايما قصيره وبتجنب الضوافر، طبعا مش عارف نعملها ازاي بس بتجنبها، ومص الصوابع ممكن قوي ان انا يعني هدوم بنطلون مقفول قوي بحيث ما يرش بالليل، طبعا هيصحى ويعيط يعني مش حل، لكن هو احد الوسائل انه ما يصحى يعيط بس ما يعرفش يهرش يعني. عدم تبادل الفوط والكليني فاكيومينج ودامب ودستنج سيرفيس عشان طبعا ايه البيض بيثير بيض خفيف يعني. والباثروم طبعا انا قاعد التويلت لازم تتمسح بحاجه كويس ميه وصابون عشان تتطهر، محتاجين بقى المطهرات القويه اللي بتطلع في الانتليشن عشان نقلل الهيوميديتي في الهاوس والاليمينيشن في الاوفر كراودد. طيب ريكومندد عالج كل البيت، الاطفال الصغيرين في السن الصغيره ياخدوا شرب، والكبار الناس الكبار ياخدوا قراص، وممكن اقول للاهل كمان لو ابن الجيران بيخش يلعب يديله كوبايه عصير وحط له فيها معلقه قهوه، عشان ممكن او لازم نعالج كل فاميلي ممبر، كبار ياخدوا قراص والصغيرين ياخدوا شراب، وفي نفس الوقت عشان اقلل حته دي انفكشن تاني والهيجينيك ميجر تكمل 6 اسابيع على سبيل الاحتياط.